شباب ازيكم؟ اولا احنا النهارده اولا برحب بيكم، كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده هنتكلم على الديسليبيديميا في 2024 and what we know and what will change. فبتهيألو كده لو سألتكم سؤال ساذج جدا وطيب للغاية في امتحان دكتوراه لمحمد فايد، قلت لك ما هي الوسائل المستخدمة لعلاج الكوليسترول العالي او فور ديسليبيديميا مانجمنت، هتقول لي ايه؟ سؤال سهل جدا، يعني سيمينجلي اكستريملي ايزي، هتقول ايه؟ دراج جروبس يعني اصدرك ولا اضعك ميكانيزمس ولا اصدرك؟ انا سؤالي كده What are the lines of management for dyslipidemia؟ خدوا بالكو السؤال ده بيتسأل، ممكن يتسأل في بكالوريوس، ممكن يتسأل في ماجستير، ممكن يتسأل في دكتوراه، كل واحدة من دول we are expecting a different type of answer. خلاص؟ فانت رأيك ايه بقى؟ تقول لنا ايه؟ lines of management of dyslipidemia. ده الرد ده اللي هتقوله؟ لا، عشان احدد منها في انواع ليها حاجات تريتمنت، يعني في هايبر ترايجلسيميا، في هايبر ترايجلسيميا، في سيريا هايبرجلسيميا، يعني اكوردنج للانتيتي هيبقى في تريتمنت، في لاينز اوف تريتمنت جنرال، في لاينز اوف تريتمنت سبيسيفيك على حسب الانتيتي. يعني لو هايبر ترايجلسيميا مين تريتمنت اوف ذا كوز، الاول نشوف الكوز ايه وبعد كده بيبقى في اكوردنج للجايد لاينز. احنا ما لناش تارجت معين، رقم معين. احنا بنت 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 شوف بقالك قد ايه بترد، بقالك يجي دي او نص، ما قلتش حاجه خالص. You didn't say anything. عايز جروبس درجز، السؤال واضح ما فيهوش عايز ايه. انت ترد، ما هو this is the way. السؤال بيخليني اشوفك how are you thinking. اللي عارف بيجاوب على طول، اللي مش عارف بيقعد يعمل زيك كده. لا، ما انا مش عارف اصرف، عايز مش مهم انا عايز ايه، المهم الاجابه هي ايه. انا السؤال في منتهى السهوله، في ايه اسهل من اقرا لي الفاتحه؟ لسه وي ديدنت جو ان ديبث في اي حاجه خالص، انا بسالك سؤال سهل جدا، وات ار ذا لاينز اوف مانجمنت اوف ديسليبيديميا. فاهم قصدي؟ اتس ا فيري ايزي كويشن. جنرال لاينز في خلاص خلاص. سلمى تعالي هنا، تعالي انت روحي اقعدوا هنا. هيا سلمى، what are the lines of management of dyslipidemia؟ في دايت و لايف ستايل مودفيكيشن، اوكي، بعدين في دراجز، كويس، ايه غير الدراجز بقى؟ في حاجة سيرجري، ايش سيرجري؟ ماشي، لايبوفوريسز. طب وايه كمان؟ يعني مبدئيا انك تبتدي تقول ان في لايف ستايل موديفيكيشن ودي ليها ايتمز، في دراجز ودي ليها ايتمز كتيره، مش كده؟ وبعدين نتكلم على other interventions. interventions في surgical، في non surgical interventions. surgical كانوا زمان بيعملوا ايه؟ ايليال باي باس، مش كده؟ زمان خالص، ده من اوائل الوسائل اللي هم كانوا بيعملوا ايليال باي باس. دلوقتي ما لقيناش نعمل ايليال باي باس، فدلوقتي اللي بنعمله هل برياتريك سيرجري ليها ايفكت ولا لا؟ طبعا لا، هي ليها ايفكت مش ملهاش، بس انا قصدي عشان ندخل فيها لازم تبقي انت نفسك عارفه هتقولي ايه. وما ننساش طبعا في حاجه اسمها هيباتيك ترانسبلانت، مش ده لاين اوف مانجمنت في الفاميليا الهوموزايجوتيك فاميليا، انه بيعملوا هيباتيك ترانسبلانتيشن. خلاص، وفي لايكوفوريسيس اللي احنا حاليا في الاسم كذا مره دلوقتي ابتديتوا تشوفوا عيانين بيدخلوا بسيفير او فاميليال فورمز اوف هايبر ترايجلسيريديميا او ديسليبيديميا كول هايبر كوليستروليميا بنعمل لهم. فممكن نتكلم في السيرجري على الايليال باي باس، نتكلم على البرياتريك سيرجري، نتكلم على الليفر ترانسبلانت، في النون سيرجيكال نتكلم انترفنشن، نتكلم على اللايكوفوريسيس وديت نوعين. خلاص، وبعدين الدراجز بقى كميه لاينز، بس ما ننساش نبتدي دايما بالاهم فالاقل اهميه. اوكي، وطبعا بقى لو اللعيب بقى يدخل لي بقى في حاجات تانية اللي ممكن تبقوا تسمعوها النهارده، حاجات اخرى
علاقه اللي هنعمل ايه بقى في مثلا الجين ثيرابي والكلام ده والحاجات الريلاتيفلي جديده. انتوا حضرتوا المحاضره اللي انا اديتها قريب مني؟ ما حضرتوش؟ ها اللي هي بتاعت الفيرف 101 فيرف 101 او هارت 1 ترايل فيرست ان مان. طيب بصوا احنا يعني سلايد ده مكرر بس انا عجبني. This is how the story began. القصة كلها ان احنا الفيرست ريبورتنج لينكينج ابنورمال levels of specific cholesterol fractions and atherosclerotic cardiovascular disease ذكرت في 1951 في بداية الخمسينيات. بس اول ادوية نزلت عشان تعالج كان النيكوتينيك اسيد سنة 55، الكلوفيبريت سنة 58 وبقية الفيبريت، وبعدين اول دراج يستخدم for inhibition of the synthesis of cholesterol كان سنة 1959. يعني بقالنا أكتر من 50 سنة في أدوية كوليسترول في الماركت. وعشان تعرفوا بس أهمية الكوليسترول لازم أقول لكم معلومة إنه 13 scientists won the Nobel Prize في حاجات لها علاقة بالكوليسترول. 13 عالم خدوا نوبل برايسز في حاجات ريليتد للكوليسترول. الكوليسترول ال دي ال كوليسترول ان بارتيكولر والاي بي بي ار امبليكيتد ان ذا بروسيس اوف اثيروسكليروزس ايتش اند افري ستيب ستارتنج من الاندوثيريال ديس فانكشن جوينج ثرو ذا فات ستريكس باسنج باي ذا كومبليكيتد بلاكس و جوينج انتو فيردر كومبليكيتد بلاكس. وما بيدخل ال LDL كوليسترول جوه في السب انتيمال لاير بيبتدي يحصل فوم سيلز تبتدي او الماكروفاج تبتدي تروح تتحول الى فوم سيلز، بيبتدي هو نفسه انسايد حدوث وايجاد انفلاماتوري ماركرز. بس الغريبه انه يوجوالي ال LDL اللي داخل ده اللي داخل من هنا يدخل بكمية معينة الجسم معد ان هو في زي مكنسة بتعمل حاجة اسمها افيروسايتوزيس، ان ال LDL اللي يدخل في الحتة دي يبتدي يروح على طول ايه مطلعينه بره. ده يخلي ان الساب انتيمال لاير ما فيهوش فات ستريكس ولا اثيروسكليروسيس. لما ال LDL والاي بي بي يزيد قوي يبتدي يدخل زيادة وزيادة وي اوفركم الديفنس ميكانيزمز الموجوده اللي هي شغلتها ان هي تطرد ال LDL من السب انتيمال لاير. فما يحصل كميه ال LDL اللي داخله كتير دي ده يحصل يبتدي يحصل اثيروسكليروسيس. وفي معلومه انا دايما بحب اقولها وهعيدها تاني انه probably without a high LDL atherosclerosis would have been an orphan disease. عارفين يعني orphan؟ عارفين orphan؟ يتيم. يعني كان يعيني بقى يتيم. ليه بقى يتيم؟ لانه احنا بتشوفوا عيانين ممكن او قرايب سنهم 9 سنين 10 سنين 11 سنة عندهم diabetes type 1، مش هتلاقي ولا واحد فيهم جاله myocardial infarction. هتشوفوا hypertensives body very young بس مش هتشوف واحد سنه 12 سنة جاله مايوكارديال انفاركشن من الهايبرتنشن. بس هتشوفوا بقى on the other hand عيانين فاميليا الهايبركوليستروليميا وهتلاقوا ان ال LDL كوليستير بتاعهم 400 و500 وكلام من ده وجايين عندهم 9 سنين او 11 سنة او كده جايين بمايوكارديال انفاركشن. ف LDL alone is responsible for atherosclerosis. التانيين بيزودوا the risk factors ولكن LDL alone is responsible for atherosclerosis و sufficient to cause atherogenesis. بس ال good news بقى on the other hand انه احنا عارفين from meta analyses و different trials انه لما بوطي ال LDL احنا قلنا ان ال LDL وحش وبيزود ال atherosclerosis، بس عارفين on the other hand لما بوطي ال LDL significantly using statins
بيحصل significant reduction in what? In vascular events. وvascular events مقصود بيها myocardial infarctions, strokes, peripheral vascular disease. لدرجة ان هم حطوا كده زي equation ان for 1 مليمول اللي هو تقريبا 39 مليجرام per deciliter reduction in LDL cholesterol بيحصل 22% reduction in what? In vascular events. On the other hand, احنا كنا فاهمين لفترة طويلة جدا ان المشكلة فقط ان القادر على انه يقلل الايفنتس was what? Statins. طب هل النون statins are capable of reducing events؟ رأيكم ايه؟ رأيك ايه يا اسامة؟ في حاجات proved وحاجات ناس ده. ايه هم الproved وايه اللي لسه مش proved؟ يعني في CSK9 دلوقتي عليه ان هو بيقلل. يعني PCSK9 بيقلل. ايه كان؟ فورمولاس عايز اقول ان هو فورير والاوديسي. طيب يعني PCSK9 inhibitors بيقللوا الايفنتس مش كده؟ ايه كمان؟ الازاتيمايب. الازاتيمايب بيقلل؟ لا مش اد اون، انا بتكلم از ات ماي واز ات بروفن ان هو بي ريديوس كارديوفاسكولار ايفنتس ليه بس بيقلل مش كده؟ طيب بس بيقلل. طيب من الامبروفد ترايل باي 6 ييرز ذير واز ا 6.7% ريدكشن مش عارف ايه. طيب البنبيدويك اسيد الجديد ها الكلير اوتكم ترايل قللت. فدلوقتي حطوا نفس المعدل اللي حطوها للستاتنز في السلايد اللي فات اللي هو ده، قلنا 1 ملي مول بيقلل 22% ولقوا انه 1 ملي مول بيقلل تقريبا 21% في ديتا من الفوريا اللي هي بتاع بي سي اس كي 9 امبروفد بتاع الازيتاماي وريفيلد بتاع الستاتف انهبيتورز اللي هو الانستراتين. خلاص فاحنا وي هاف ديتا showing that the mean reduction of LDL by most of the medications that we are using, سواء statins, سواء ezetimibe, سواء bempedoic acid, سواء PCSK9 inhibitors, بيحصل بيها significant reduction in LDL cholesterol. طيب السؤال اللي بعده. Is complete regression of early plaque lesions possible? يعني دلوقتي احنا عارفين ان احنا عندنا trials بالITIS كلام من ده وبنشوف هل في reduction الريدكشن ده بيحصل انه اما بنستخدم statins او غيرها ونشوف الايفس بعد سنتين مثلا نلاقي انه ان الاثروسكليروتيك بلاك يا اما حصل هولتنج اوف ذا بروجريشن ويمكن حتى سم ريجريشن، بس هل ممكن ايرلي بلاكس يحصل فيها كومبليت ريجريشن؟ رايكم ايه؟ ايه ده استيرويد دي كانت ايفا ستادي من واحده من اللي انا بقول عليهم، هل ممكن يحصل ولا مش ممكن يحصل؟ في ستادي على اكسبيريمنتال انيمال ستاديز قالوا لو عملنا لو جينا للايرلي ليجن ان ممكن يحصل سيجنيفيكانت اب تو كومبليت ديسابيرنس اوف ايه دي اثروسكليروتيك بلاك. يبقى الاجابه بتاعت السؤال ده يس ات از بروبلي بوسيبل ات ليست اون دي اكسبيريمنتال ليفل. نيجي بعد كده حصل معلومه مهمه جدا دي زادت قريب. عايز تسال ايه يا اسامه؟ هو ده ان هم نزلوا ال دي ال ده كان حاجه بلازما فارس ولا بالدراجز في الانيمال؟ لا مش فارقه بايه يعني، ما تفرقش اصلا، المهم انك تنزله سيجنيفيكنتلي. هي الايديا نزله ازاي مش فارقه، المهم انك تنزله سيجنيفيكنتلي. نيجي بقى على المعلومه الهامه اللي احنا بنوريها لكم دي. قعدوا يفكروا كده، احنا فاهمين ان في levels of LDL cholesterol، عارفين ان احنا مثلا in the very high risk patients عايزين ال LDL cholesterol يكون تحت الكام يا دكتور؟ تحت رقم 50 تقريبا من الـ baseline وتحت رقم 50 بص مع بعض. لا تحت رقم 55 مش كده؟ يعني احنا عايزين ال LDL cholesterol ينزل تحت ال 55 كده، وعايزين ايه كمان؟ 50% ريدكشن كده تحت ال 55. فدي معلومه كانت مهمه، ولكن ابتدوا يفكروا بطريقه ثانيه خالص. قالوا انه probably عشان يحصل اثروسكليروزس لواحد
المفروض يوصل الى رقم معين، في رقم كده لما بتكسره بيصل بتبقى عندك اوريدي اثيروسكليروز. خدوا الرقم ده خلوه 5000، فشافوا كده قالوا ايه، قالوا لو واحد ال دي ال كوليسترول بتاعه ده الثريشولد، وسموه كيوميوليتيف اكسبوجر ثريشولد، قالوا ايه، قالوا لو واحد ال دي ال بتاعه 125 من صغره probably هيصل الى الثريشولد الاثيروسكليروزس ده عند سن كام؟ 40 مش كده؟ لو كان 80 في كام عشان يصل؟ 60 ابعد من كده خلاص. فال دي ال بتاعه 100 هيصل عند سن ال 50 مش كده؟ فقالوا ان الثريشولد ده هو، يعني القصه ليست فقط انا ال دي ال بتاعي دلوقتي كام؟ نو no. ده الكيوميوليتيف اكسبوجر بتاعي خلال السنين اللي فاتت دي كلها كام، وهو ده اللي هيخليني اصل الى اثيروسكليروز. ده كونسبت ابتدوا يفكروا فيه، وابتدى يخلينا نقول ان احنا مش بس ذا لوور دي ال دي ال ذا بيتر، لا ده كمان ذا ايرليير ذا ريدكشن ان ال دي ال ذا بيتر. طيب احنا بقى النهارده هنجاوب كام سؤال كده، ف How low should we go with LDL cholesterol؟ مين يحب يجاوب على السؤال ده؟ أحمد. على قد ما نقدر. على قد ما نقدر. يعني إيه؟ يعني زيرو حلو؟ لا يعني لو أنا يعني هو لو مثلا الراجل مثلا جاله مثلا أثيروسكليروتيك هو مثلا عند 55 أنا هنزله 50% من اللي عنده برضه، وده تارجت بالنسبة لي، فما فيش رقم ببعت عنده، ما فيش لو مثلا وصلت 10 ولا 10 مش بقى. يعني الثقة دي معلنة ان مبنية على حركة، يعني انا لما اجي اتكلم بقوة كده لازم اكون الثقة دي based on assumption، فعادة الثقة دي سنة دي، يعني انا ممكن ابقى واثق من نفسي ان انا have the experience، بس انت ما يبقى عندك هذه الثقة لازم تبقى based على العلم، فانت يضلك نو جرا حلوة. هي اسمعي فقط ان هي لا يعني في المستوى الفرق يعني هاي تقريبا 55 بس الفيري لو ال دي ال ليفلز كانت شيء مع البريز برضو كان الفرق فقط كان في عندي كده مستوى مع الفيري لو ال دي ال ليفلز كانت فرق ده كبير استاذ كان شون ان الفيري لو ال دي ال ليفلز كان معاه دي شاف كان بيجيلهم شروق وكان بيجيلهم برضو كان بيبقى عرضه هي برضو اجابه السؤال هاو لو شود يو جو بس عارفين نقول تيجي تقول درس كورة درس بتاع درس كورة درس بس كل إن السكور بتاع يعني سكورة واحد يلي هايجس لازم يعني the lowest that you should go is below 55 انت بلاش لو مش عايز بلاش لا ما عنديش مرة إجابة غير إن الفكرة دي بتتقال لو حصلت له أكيد أسوسيوتي كبير وهو كبير شيء بيطلب يتعمل على ريسك ريليشن أشوف جود لا شو إذا إحنا بيجينا ناس كبيرة تقول لي أنا الانتهاء بتاعي زي ما قلت تقريبي نزل بقى 50 أو تحت 55 فوقفت التاني لا الدنيا حلو how low should we go تحت الأربعين من الدكتورة اسمك ايه؟ سلمى 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 بن كيف ايه؟ اسمك ايه؟ عايزة حد عنده كلام آخر؟ انت عايز تقول حاجة تانية؟ less than 40% يعني less than 40% is 50%.
حد عايز يجيب حاجه ليه 55 ولا 40 الترايلز نزل حاجه عايز حاجه الترايلز نزل حاجه 15 وقال تحت ال 15 ممكن تبدا تحصل ايفنتس ورا 15 تمام اكثر ريسك ستراتيفيكيشن بتاع العيانين مش كل واحد احنا نوصل للتارجت 55 لا نقسمهم فيري هاي ريسك اوكي طيب احنا الخلاصة انه هنوريكم كده شوية ديتا ظريف how low should we go القصة ابتدت انه في استادي مهمة اسمها البروفت في الاكيوت كرونري سندروم لقوا انه الناس اما نزل الـ LDL 62 كان احسن من اما الـ LDL نزل من 95 خدوا بالكم في الايام الاولانية خالص خالص يعني ما كنت انا قدوكم مثلا او اصغر حتى منكم شوية كان الكلام انه توطيه ال LDL قوي ممكن يبقى خطر وان ده ممكن يؤدي الى suicidal tendencies وانه ممكن يؤدي الى مش عارف ايه دلوقتي ده مش مهم فالبروفت بينت اولا ان 62 was better than 95 خلاص وان ده ادى الى a significant 16% relative risk reduction in all cause death major cardiovascular events ده البروفت ترايل في الأكيوت كرونري سيندروم وبعدين جات ترايل اللي هي الامبروفت لقوا انه 53 كان احسن من 69 يعني اول داتا شفناها ان 62 الهاي انتنسيتي لما نزل 62 كان احسن من 95 وبعدين لقينا ان تحت ال 55 كان احسن من اللي كان اولموست 70 وبعدين ابتدى يبقى فيه داتا تانية تتكلم على اشياء اخرى انه حتى لما نزل ل 30 خلاص LDL كان احسن من الناس اللي هي كانت اعلى من كده وان ده was translated ل better outcomes حصل significant 15% relative risk reduction فالترايلز كانت قاعده بتطلع كل شويه يطلعوا لنا ترايل الترايل مبينه ان كل ما بنزل بال LDL better. بس ما كانش داين قوي قوي غير حصل مشكلة لا وعايز اوصل لكم معلومة تانية برضو انه نفس في الترايل اللي فاتت دي كان فيه 504 عيان الLDL كوليسترول بتاعهم كان تحت الكام تحت العشرة ملي جرام وبالرغم من كده الكارديوفاسكولار افيكاسي واز مينتيند خلاص والاوتكمز وير بيتر والسيفتي was not affected. حصل في one of these trials والكلام ده أنا قلته إن one of these trials one patient only أما ال LDL كوليسترول بتاعه نزل تحت ال 15 حصل a neurological syndrome. في الترايل اللي بعدها قرروا إن هم يخلوا مفيش LDL ينزل تحت ال 15 لو نزل يا إما ي half the dose يا إما يوقفوا الدوزز. فاحنا up till now الديتا اللي عندنا كالآتي من نمرة واحد هنمشي على الجايدلاينز اللي هي تحت ال 55 في الفيري هاي ريسك ويمكن تحت ال 40 في بعض السيتيويشنز وتس كلاس 2 بي لما يكون واحد بيجي له ريكارنت ايفنتس ان سبايت ذات هيز ال دي ال از ريليتيفلي كنترول ولكن اون ذا اذر هاند احنا في بالنا حاجه انه probably going even lower is not bad although we don't have a final clue وانا اللي بعمله في عيانيني انا العيانين اللي LDL بتاعهم هم very high risk 20 و25 و30 وكده I keep them on the same dose الا لو في side effects بس لو العيان نزل تحت ال 15 I have the dose واعمل follow up okay فاحنا it's clear that going down with the LDL is something يعني usually protective and gives good results. طيب ايه currently used lipid lowering medications؟ لو حد جه لحضرتك هعمل كده بس يمكن يعني مش حد الهاي اند اوف ذا ستات مش حد 80 ملي جرام اتورفا مثلا حد ال 40 بس هنا اي ويل هاف تو كونسيدر انه اولا مش هتشوف ده كتير يعني يوجوالي
this is not the usual story. بس هنا what I will be doing, I will be requesting lipoprotein little a. خلاص؟ ليه؟ لأن usually we don't see LDL. وإيه particles اللي فيها ApoB 100؟ برافو على remnant. Very remnant. فهو دول الثلاث حاجات اللي فيهم ApoB. ال LDL cholesterol و lipoprotein little a وال very low density lipoprotein remnant. طب احنا ايه المديكيشنز ذات وي ار يوزنج كرنتلي؟ طبعا احنا بنستخدم statins ازيتامايب وبي سي اس كي 9 الخ. الستاتنز بقى عندنا نوعين من الستاتنز او مجموعتين، يا اما هاي انتنسي ستاتن يا اما مودريت يا لو انتنسي. الهاي انتنسي مقصود بيهم ايه؟ ما هو المقصود بالهاي انتنسي؟ اللي هم القادرين are the ones capable of reducing LDL cholesterol by 50% or more. مش كده؟ هم دولت الهاي انتنسيتي ستاتنز. وهم اتنين بس، يا اتورفاستاتين 40 ل 80 ملي يا اما روزوفاستاتين 20 ل 40 ملي. حتى within the statins there are stronger statins و weaker statins. stronger اقواهم هو الروزوفاستاتين، وواضح انه يعني كان بي getting LDL cholesterol في الفويجر داتا كان بينت انه بيقلل ال LDL cholesterol بنسب تزيد عن ال 50%. طبعا في statins are having side effects، ممكن يزودوا الليفر انزيمز، يمكن الاتوربا 80 بيحصل معاه سايد افكت ده اكتر شويه على الرزوبة وعلى الفلوبا. بس ان جنرال الرزوبة ستاتين يمكن يقال اتليست في الفويجر داتا اللي كانت على 37000 عيان it showed that probably this side effect is less as was the data on برضو rise of CK اكتر من 10 fold it was also relatively minimal patients receiving rosuvastatin. هم اقوى اتنين هم الاتورفا 40 ل 80 والرزوفاستاتين 20. طيب الداتا، حد عارف الجوبيتر ترايل؟ هو البيشنز ويز نو تارجتس اوف ADL بس الليفيتد سي ار بي كانت ريدوس. تمام. هو الجوبيتر ترايل دي كانت بتحاول تجيب كونسبت جديد، جابوا ناس اللي هم ات ذات تايم ذي وير نوت very يعني having significantly high LDL، كان ال LDL تحت 130 بس ما عندهمش لا prior cardiovascular disease ولا prior diabetes. كان ال LDL تحت 130 بس كان أهم inclusion criteria إنه يكون ال high sensitive CRP 2 أو أكثر. They gave شوية منهم 20 ملغرام زوفا وادوا الباقي تسييس. الاستادي دي كانت مهمة جدا لأنها كانت على almost 17000 عيان. اللي حصل ان اللي خدوا رزوفا as expected حصل significant 50% reduction in LDL وكمان حصل significant 37% reduction in the high sensitive CRP. شوية rise of HDL that we want وشوية decrease of 17% in triglycerides. طب that was translated to what? This was simply translated to a 44% reduction in primary trial endpoint. هي MI stroke unstable angina devascularization and cardiovascular trial ده هي خلت ال CRP high sensitive CRP يدخل في guidelines كواحد من الريسك modifiers. وبالتالي في الناس اللي هم at moderate كده احيانا بنبص على high sensitive CRP عشان نشوف whether we will be eligible or not. طبعا بقى multiple trials اللي استخدمت عشان يحاولوا يشوفوا هل اما بنقلل ال LDL كوليسترول الاتيروما بيردن بيقل ولا لا، منهم الاستيرويد منهم الريفرسال منهم الكاميلت وغيرهم. في بقى other trial medications زي الاوديسي. الاوديسي ترايل ديت كانت بتقارن الاليريكيوماب اللي هو البي سي اس كي 9 انتي بودي انهيبيتور فيرسس بلاسيبو، وده in addition to the high intensity statins في عيانين عندهم acute coronary syndrome
واللي حصل ان الـ primary endpoint was significantly reduced using alirocumab. الانكليزيران on the other hand, حد عارف ايه الانكليزيران ده ولا لا؟ لا it's not given once, it's given twice per year. Is it antisense? It's not an antisense. امال هو ايه؟ small interfering RNA, not antisense. فالمهم عندهم بروجرام اسمه الاوراين بروجرام, منه بقى فيه غير ال 9 و 10 و 11 دول, في اللي هم مستنيين الاوتكم كارديوفاسكولار اوتكم ترايل بتاعتها اسمهم ايه؟ 4 اوراين 4, هي دي اللي هم مستنيينها. في بقى حاجه ثانيه اللي هي اوريدي في اوراين 13 اوراين 16 على الهوموزايجوتيك والهيتروزايجوتيك, ودي برضه الداتا بتاعتها اوريدي موجوده ان هو بيقلل سيجنيفيكانتلي الكوليسترول. المهم ان ميزه الاوراين ان هم بينت ان بالوزتاين افريج 52% ريدكشن ان ال دي ال كوليسترول لما الناس دول اتخدوا توايس ا يير. انتوا عارفين هو بيتاخد ازاي ولا لا؟ حد عارف من الشباب اللي ورا بيتاخد ازاي الانكليزيران اللي هو اسمه في السوق لاك فيو؟ بيتاخد ازاي يا محمد؟ بالظبط, يعني هندي زيرو بعدين 3 شهور 3 واحده وبعد كده ار 6 مانس. لا ما اتغيرت التكنيك اتغير عشان بقى جت بقى بعد كده السنه اللي فاتت الكارديوفاسكولار اوتكم بتاعت الكلير اوتكم ترايل, ودي كانت بتشوف بنفيدويك اسيد فيرسس ماتشنج بلاسيبو, وحصل سيجنيفيكانت ريدكشن ان ال دي ال اند هاي سنسيتيف سي ار بي, and this was translated to significant 13% reduction in the 4-point MACE with a significant 15% reduction in the 3-point MACE, وده كان significant in favor of bempedoic acid. انتوا عارفين bempedoic acid بيشتغل ازاي؟ ATP citrate اللي هو ايه ال ATP citrate اللي هو يعني هو ال HMG CoA خلاص في 2 steps ahead, هو ده اللي موجود فيها ال ATP citrate lyase. بس في مزايا في ال bempedoic acid, هو طبعا it's a weaker medication in lowering LDL cholesterol, ولكن ال advantages بتاعته includes what انه does not اولا المسل سايد افكتس او السكيلتن مسل سايد افكتس قليله جدا if any, وتاني حاجه it does not increase diabetes. عارفين في حاجه اسمها statin induced diabetes, هو هنا ما بيحصل. طب how long should we take statins؟ يعني احنا اي medication بنديه بنبقى عارفين مثلا انه خطر ان انا ما اعرفش ده عنه استخدم 3 سنين ولا سنتين ولا 5 سنين ولا ايه بالظبط؟ رايكم ايه؟ هي دخلت بقى لها سنين طويله في اواخر الثمانينيات يعني. ف وي هاف وفي ترايلز معموله من زمان, منها الترايل دي اللي هي 4S ترايل. 4S ترايل دي ليها 10-year extension. 10-year extension بينت حاجه بيسموها legacy effect, ان الايفكتس were persistent. في الواسكوب اللي هي الويست اوف سكوتلاند ترايل ديت كانت a follow up for 20 years, فاحنا عندنا ديتا محترمة جدا on the follow up of statins 10 سنين و 20 سنة, وكلها مبينة a relative good safety all through the years, وبالتالي we are comfortable using these medications whenever there is a real indication. طب can we discontinue statins؟ رأيك ايه؟ ما رأيكم؟ يعني دلوقتي واحد جاي لي كان ماشي على statin وبعدين عايز يوقف بقى زهق من الكفايه كده يا دكتور. طب سؤال بطيء ايه يا شريف؟ يعني ستودنج الستاتنز بيزود الريسك اكتر من العيان كان ما كانش ريسك لانه ما بياخدش اوحش اللي كان ما خدش ستاتنز.
نيرني 40. طيب رايك ايه يا عمر؟ يعني جاي لك عيان بيقول لك انا يعني عايز اوقف الاستاتين، تقول له ايه؟ اساله ليه هو عايز يوقف؟ زهقت زهقت يا دكتور، اعمل ايه؟ ها تعمل ايه؟ ما رايكم؟ انا شكلي المفروض اطلع جوائز ماليه عشان تبتدي تردوا بقى. ها هيا هو لسه ما عملش حاجه. برافو عليك. هو ذس از وات اي اولويز دو. انا مش عايز اقول لكم ان انا تقريبا نص العيانين اللي بيجوا عندي وماشيين على statin they had no indication to start statin. فقبل ما ندافع واقول لا طبعا اوعى توقف وبتاع، خد بالك اول حاجه تشيك ذا انديكيشن، تشيك ان هو العيان دوت اصلا كان محتاج ولا مش محتاج، خد بالك. فدي الفكره، بس ان احنا لازم وي هاف تو تشيك ذا انديكيشن. فافتر تشيكينج ذا انديكيشن تشيك بقى السيتويشن نفسه، زي ما انتوا بتسالوا كده هل عنده سايد افكتس ولا ما عندوش، هل في اذر اوبشنز، هل فاهم قصدي. طيب لو جالك عيان كرونري ارتي ديزيز وعامل 3 مرات ستنتنج والال دي ال بتاعه 50 وقال لك انا تعبت يا دكتور زهقت عايز اوقف، او بلاش السؤال ده، هيسالك سؤال تاني لان ده تقريبا دايما بيتسال، احنا هنكمل عليه طول عمري؟ جدع ده حاضر على فكره. بصوا الدنيا بتتغير، والحاجات المسلمات دلوقتي هتلاقيها ممكن بعد سنتين ثلاثة خمسة ما بقتش مسلمات. فاحنا هنقول اللي انا بقوله يعني للعيانين انه probably will be continuing however science is changing. ممكن تظهر ادوية تانية ونقول ساعتها الستاتنز دي تبطل. ف that's why you should not be dogmatic, you should not be giving كده خط لازق، لان ما فيش we don't have the clue. فاهمين قصدي؟ طيب فكان we discontinue دي داتا كلاسيكية جدا، ناس دخلت بعضهم كان ماشي على statin وبعضهم not on statin، داخلين بقى كيف كورونري سندروم في statin اسمها النيرمي. المهم بعضهم داخل على statin وبعضهم ما كانش واخد statin وروح من غير statin، وفي كان على statin وكمل على statin، اوحش مجموعة اللي كانت على statin ووقف statin discontinuation. This was the worst group regarding outcomes. تاني حاجة في داتا ظريفة على الـ adherence to cardiovascular medications، ولقوا معلومة غريبة جدا، لقوا إن patients who take less than 80% of statin dose have a 45% relative increase in total mortality compared with more adherent patients. يعني الناس اللي كانت more adherent كانوا أحسن بفرق، يعني حصل 45% relative increase in mortality لما كانوا بياخدوا أقل من 80% من الدوز of statin. Just giving us some important insights إنه أهمية الأدوية دي وإن هي توقفها ممكن يكون في خطورة. طيب الجايدلاينز بقى بتقول إيه؟ إحنا المفروض يجي لكم واحد إمتى أعمل له lipid profile؟ واحد ما عندوش أي حاجة خالص. That's nothing. No risk factors, not diabetic, not nothing. Should I check his cholesterol? This is good. Dr. Ravinsar. Dr. Ravinsar. هو الأوروبيين guidelines قايلة 40 سن 40، الأمريكان guidelines قايلة 20. ده provided إن there is no family history of dyslipidemia أو premature atherosclerosis.
بروفايد ان العيان ما عندوش لا كورونري ولا سريبرال ولا دايابيتس ولا كلام من ده. فالناس اللي ما عندهاش حاجه دي اتليست يعملوا اكوردنج تو ذا يوروبيان عن سن 40. انا تهيالي ده غلط. احنا في الايجيبشن جايد لاينز اللي انا حطيتها اضطرينا ان احنا كلنا ما عندناش ريسك ستراتيفايرز بدري مخصوصه لينا، فاضطرينا نقول انه طب انت قاعد لامتى؟ طب لا قبل كده قاعد يعني. كنا بنقول لكم ايه مش فاهمين. اه ففي ايجيبشنز حطيناها اوبشنال تو 20. مضطرين ليه؟ لان احنا في مصر احنا بنتابع، احنا تبع حاجه اسمها الامرو، الامرو اللي هو الايسترن ميديترينيان ريجنال اوفيس، وهم دي كلاسيفايد اس اكوردنج تو ذا يوروبيانز. فاحنا محطوطين ضمن اليوروبيان فيري هاي ريسك كانتريز، مش محطوطين. فلازم عشان اعمل حاجه مختلفه لازم اغير الريسك ستراتيفايرز بتاعتنا. اوكي بس انا مقتنع اكتر انه وي هاف تو بي دوينج ذس ماتش ايرلير. وفي بلاد بره حاليا بالذات انجلترا وكده ابتدوا يعملوا عن سن 7 و11 وكلام من ده. اوكي طيب الجايد لاينز اليوروبيان كانت طبعا دي هاف ا ديس ريسك ستراتيفاير حاطين، طبعا اتغيرت بقت في 2021 اكوردنج تو ذا بريفنشن جايد لاينز اتغير الكاتيجوري شويه. بس الفيري هاي ريسك ار دوز هافينج اثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز سواء بالكلينيكال او بالايمجينج، السكور بتاعهم 10 او اكثر، عندهم فاميليا هاي اثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز. انا اي ثينك ذس كلاسيفيكيشن ويل بي فيردر تشينجد قريب. اهم حاجه ان هم دي تشيك فور توتال كوليسترول to be used for estimation of the total cardiovascular risk. وده في الريسك ستراتيفاير نفسه تيجي تدخله هتلاقوا فيه توتال كوليسترول بيتحط، HDL لازم يتقاس، LDL كوليستير is the recommended as the primary lipid analysis, the triglyceride is recommended as a part of the routine analysis. نستخدم الApoB very rarely، بس non-HDL بيستخدم بالذات in people who are having high triglycerides or diabetics or obese or very low LDL cholesterol. صح دي حقيقة. مش بداله يعني. اللايبوبروتين ليتل اي ميجرمنت should be at least once in each adult person's lifetime to identify those with very high inherited lipoprotein little a levels اكثر من 180 ملغرام بير ديسيليتر who may have a lifetime risk of atherosclerotic cardiovascular disease equivalent. وده واخد class 2A indication. طبعا التريتمنت لاثروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز او ناس عندها هاي اور فيري هاي ان احنا بندي هاي انتنسيتي ستاتين بهدف توطيه في الفيري هاي ريسك، توطيه ال LDL باي 50% تو ا ليفل بيلو 55. وفي primary prevention for individuals at very high risk but without familial hypercholesterolemia and LDL reduction of at least 50 to a level below برضو 55 سواء primary أو secondary prevention والاثنين are a class 1 indication. دي نقطة مهمة بقى اللي هي حكاية الـ 40 اللي انتوا سمعتوها أكثر من مرة، إنه patients with atherosclerotic cardiovascular disease اللي جالهم experience the second vascular event، يعني واحد جاله acute coronary syndrome وبعديها بسنه جاله ستروك، او جاله كان الاول جايله كرونري اكيوت كرونري سيندروم وجاله كمان اكيوت كرونري سيندروم، بس يعني مش شرط تكون من نفس النوع. المهم those who are having a second vascular event within 2 years while taking maximally tolerated statin an LDL goal of 40 or below may be considered او اقل من 40 ملغرام بير ديسيليتر should be considered. وده واخد class 2B. طبعا الناس اللي هم at moderate risk عايزين ال LDL تحت ال 100، و those who are at low risk عايزين ال LDL تحت ال 116. 116 ليش؟ معنى 116 Y116 مش
اشمعنى 116 يا ابراهيم؟ ليه مش 115؟ ليه مش 119؟ 3 مللي مول. لما ما انا عارف اساله علشان تحويل الملي مول الى كذا طالع 116. اوكي، بس في ناس بتزعل لما تشوف 116 بتزعل، يعني هم عايزين يعقدونا ولا يوم. بس الفكره ان احنا واخدينها منهم الملي مول يعني. خلاص دي الحته اللي فوق دي ظريفه جدا. ليه؟ لانها بتديني impressions ان مثلا المودل انتنسي ستاتين بيقلل ال LDL by 30%، الهاي انتنسي by approximately 50%. لما بزود ازيتامايب على هاي انتنسي ستاتين ال LDL بينزل approximately 65%. بس لو حطيت PCSK9 inhibitor plus high intensity statin plus ازيتامايب، ال LDL حينزل up to 85%. الترايجليسرايدز، how would I treat hypertriglyceridemia؟ أول حاجة زي ما أنت قلت يا محمد إيه؟ treat the cause. لسه بسأل حد منكم، مش فاكر في المرور ولا إحنا ماشيين ولا إيه، بسأله بقول له دلوقتي في عيان الترايجليسرايدز بتاعته 320 والعيان دايابيتك وجاي لي الهيموجلوبين A1C بتاعه 11، خلاص؟ تعالج الترايجليسرايد ازاي؟ قاعد يقول لي بقى وبتاع وتعب نفسه قوي، وقاعد يقول لي هندي، مش الاول قاعد يتلجلج وبعدين قال لي البرايمري استاتين، وبعد كده بعد البرايمري استاتين قاعد يفكر وبعدين قال ما ندي فينوفيبريت، وبعدين قاعد يزعق قوي مع نفسه، وبعدين في الاخر يعني ما قالش برضو تريت ذا دايابيتس. تريتينج دايابيتس از وان اوف ذا موست امبورتنت وايز تو كنترول هايبر تريجليسيريديميا. في ميديكيشنز تانية apart from statins زي الفيبريت مثلا، الفينوفيبريت ده بيستخدم برضو في توطية الترايجليسرايدز، بس ليه specific indications. في برضو المجموعة بتاعت الأوميجا 3 والإيكوزابانت إيثايل، ده برضو بيوطي الترايجليسرايدز بنسب الإيكوزابانت إيثايل when it's given in the appropriate dose، ممكن يقلل الترايجليسرايدز بنسب تصل من 20-60%. دي جايد لاينز مهمة جدا، although it's a class 2B، بس in primary prevention patients who are at LDL goals أكتر من 200 milligram per deciliter phenofibrate or bezafibrate may be considered in combination with statin عشان نوطي triglycerides، طالما triglycerides أكتر من 200. In high risk patients who are at LDL goal أكتر من 200 phenofibrate or bezafibrate may be considered in combination with statins. فهي دي these are the guidelines regarding hypertriglyceridemia. طيب احنا ادينا العيان statin، هل المفروض قبل ما ابتدي له اعمل له ALT و CPK ولا مش لازم؟ رايك ايه يا سلمى؟ لازم baseline. بنعمل lipid profile، بنعمل ALT، وبنعمل CPK. طب في follow up what should I be doing؟ اولا انا بعيد الليبيد بروفايل، بعدها لحظه مين اللي حابب يجاوب؟ انت حابب تجاوب قول. ها زيرو 3 ماس 12 مين ده؟ مين اللي زيرو 3 12؟ ايه ليفر فانكشن؟ طيب حد عنده اراء اخرى؟ اذا اللي هو ايه يعني دلوقتي ابتديت خلينا نمشي واحده واحده. ليبيد بروفايل، عملنا ليبيد بروفايل للعيان، اعمل فولو اب لليبيد بروفايل بعد قد ايه؟ أربعة لـ8 أسابيع. 6 أسابيع. شهر واسبوع. شهر ايه؟ لحظة. ها؟ الـ4 أسابيع لـ8 أسابيع. ده مين 12 اللي قاعد بيقول 12؟ هو الإجابة الصحيحة إنك أنت لو ده acute coronary syndrome من 4 لـ6 أسابيع، لو ده chronic condition من 4 لـ12 أسبوع. فإحنا الجايدلاينز اتغيرت علشان عايزين في الناس الأكيوت نحاول نصل بيهم early ل
control of their lipid profile. لو ده acute coronary syndrome بنعيد ال LDL من 4 ل 6 اسابيع. لو ده chronic condition اللي هو كان قاعد احمد يقراها من على الشاشه اللي هي مش حافظها ولا حاجه 8 بلس ماينس، ما تبقاش غلباوي يا احمد. المهم ف 8 بلس ماينس دي للكرونيك كونديشنز. خلاص الليبيد السي بي كي بنعمله ات بيز لاين، طب طالع نورمال فديت ستاتين امتى اعيده؟ اعيده امتى بعد قد ايه؟ ما عيدوش، ما حدش يعيد. ايه لو افرض لو البيز لاين عالي لازم هعيد، لو البيز لاين نورمال وهو مش سيمتوماتيك مش هنعيد، بس لو سيمتوماتيك عنده مصل اكس او كده هعيد. اوكي فالروتين is that I do the CPK at baseline if it is normal level and there are no symptoms of muscle aches or so forth I don't repeat. اوكي طب ال ALT ها بنعيد. اوكي نفس الكلام اللي انا عايزكم بس تبقوا عارفينه ان احنا الو الو لا بصي انا وديت نسيت اكلمك، انا وديت العيان مستشفى تانية خلاص عشان ميعاد مش مناسب فهعمله في مستشفى تانية. خلاص اوكي سلام باي. ف الليفر نفس الكلام احنا بنعيد امتى؟ مش بس كده لو غيرنا الدوز، if you step up the dose you have to repeat. اوكي او غيرنا النوع بقى. طبعا ما ننساش اما تيجوا تتسألوا اي حاجه او من غير ما تتسألوا اي حاجه ريليتد للديسليبيديميا يو هاف تو جو فور لايف ستايل موديفيكيشن. لايف ستايل موديفيكيشن ده داخل فيه الدايت، داخل فيه الاكسرسايز، داخل فيه ستوبينج سموكينج، في كنترول اوف اذر ريسك فاكتورز. فاهمين قصدي؟ كل ده اكستريملي امبورتنت. ايه اكتر حاجات مضره في الاكل؟ لا ثانيه الدكاتره اللي ورا او تقي، ايه اكتر حاجات مؤذيه في الاكل؟ ترانس فاتس. في حاجه ثانيه؟ تمام. طيب اهم حاجتين مؤذيين جدا اللي هي الزيت المقدوح، زي ما كده تيجوا تاكلوا طعميه مثلا خلاص، الزيت المقدوح ده هيدروجينيتد خلاص، فده مؤذي جدا، one of the worst. دي نمره واحد. نمره اتنين، وده مش بنتكلم فقط على الديسليبيديميا، لا احنا بنتكلم عموما كدايتس which are dangerous for your heart. السكر الابيض white sugar، white sugar is extremely risky. الجايدلاينز الامريكان جايدلاينز بتاعت الدايت اتغيرت من كام سنة، والغريبة ان هما بعد ما كانوا حاطين a maximum number for كانوا بيقولوا ما تاكلش اكتر من كذا مثلا بيض eggs، اتشالت القصه دي. بيقولك الناس اللي عندها ديسليبيديميا should not eat in excess، بس ما حطوش الرقم اللي كان 300 ملي جرام كلام من ده. اوكي فحاليا الاكل المؤذي بنتكلم ان لازم يخس، لازم ما يبقاش وزنه كتير، مش عارف ايه، بس اهم حاجتين مؤذيين هما الزيت المقدوح والسكر دايركت شوجر الوايت شوجر يعني. اوكي قاعد بيبويل بيبويل بيبويل. بالنسبه للسمن البلدي، بص ذس از ان ايشو، اكيد السمن البلدي انا بمنع عيانيني منه برغم كل الناس خالص اقول لهم لا سمنه ولا زبده، بس مثلا المكسرات في رمضان يعني بنقول in moderation. فاهم قصدي؟ بالرغم ان فيها زيوت وفيها مش عارف ايه بس بقت يعني مش يعني هنشوف. المهم الكونسبت بقى حاليا for lipid lowering strategies
نمرة واحد to start early. نمرة اثنين to treat relatively more aggressively and to use combination therapy. زي ما دخلنا في الهايبرتنشن تدينا نستخدم combination therapy from the very beginning. حاليا في شوية برضو شوية theories regarding in those who are having extremely high risk, maybe you should be starting from the very beginning على combination therapy, statin plus ezetimibe, ويمكن حتى بيقولوا اكتر من كده. ولكن انا I don't agree about ان احنا نبتدي باكتر من combination. انا يعني عايز اقول لكم ان اكتر من 50% of my patients I start with a combination therapy, statin high intensity plus ezetimibe. Okay, بس حاليا guidelines did not change. Guidelines ما زالت عند point بتاعت انك انت تدي to start with high intensity statin, and they are insisting on this, and then in 4 to 6 weeks if you're not a target you can be stepping up. ودي Egyptian guidance اللي احنا كنا عاملينها. كنا كذا حد معانا, دكتور حسام انديل ونبيل فرج وعباس عرابي, وعباس عرابي ده diabetologist ونفرولوجيست, مجدي بتاع الشرقاوي بتاع عين شمس, وبقى مجموعة من الشباب بتوعنا طبعا دكتور خالد شكري, ومجموعة بقى من الشباب بتوعنا بقى كانوا معانا برضو. very nice guidelines. وعملنا كمان بتاعة triglycerides. طيب ايه بقى اللي هيحصل, ماذا سيحدث في lipid management during the coming, احنا ده what you should be knowing, what will change. اولا ال modalities of risk stratification including اللي هي دخلت في 2021 هي دي الكارنت الاحدث حاجة, ولكنها هتتغير. يعني I can guarantee that it will change in due time. وانا حاليا الحقيقة مش ماشي عليها خالص, انا ماشي على الامريكان بس risk stratifiers. من ضمن الحاجات كمان I think ان من ضمن الحاجات اللي هتتغير ان testing for lipid profile will be earlier. طب تحبوا early قد ايه يعني؟ سلمى رأيك ايه؟ يعني انت لو انت صاحبة قرار كده وعايزة تغيري بتهيألك كده تخليها امتى؟ يعني احنا لغاية دلوقتي قلت لكم ان اليوروبيانز قالوا على سن 40, وقلت لكم الامريكان قالوا 20, ده ما لو ما فيش حاجة. وفي ناس already ابتدوا يعملوا at school age وكلام من year 7 وعند سن 9 وعند سن 11 وكلام من. فانت رأيك ايه؟ 20 to 30. ست اقتصادية روتين مع البطاقة. لا اللي انا بسأله مش كده الحقيقة, مش انا مش قصدي ان انا يعني اقول لكم اسئلة صعبة ولا كلام من ده, بس do you think we should do it in the first year of life؟ لا هو اللي قصده احمد يقولوا حاجه كنت قلتها لكم في محاضره عن الهوموزايجوتيك فاميليال هايبر كوليستروليميا, واتكلمت فيها انه ثبت علميا انه في the first year of life ال LDL كوليسترول even in patients having familial هايبر كوليسترول familial, يعني الناس المفروض يكون ال LDL بتاعهم عالي جدا ما بيعلاش قوي في اول سنه. واذا اتخميت وعملت في اول سنه ممكن جدا ما عملتلوش في تاني سنه يو ماي مس ان دوت يكون فاميليال. فهو يوجوالي حتى في الجايد لاينز الامريكان جايد لاينز عاملين السكريننج للفاميليال من سن سنتين. خلاص معمول سكريننج من سن سنتين. فاحنا هنا تيستينج فور ليبيد بروفايل ويل بي هابينج ايرليير. لايبوبروتين ليتل اي ايبو بي اي ثينك ويل بي اوبليجاتوري ان ذا نير فيوتشر. هيكون في نيو تارجتس خلاص, قصه لن تصبح ال دي ال بس. احنا حاليا ما بنتكلمش كتير قوي على اللايبوبروتين ليتل اي فور وان امبورتنت ريزن, انه وي دونت هاف ريل جود ميديكيشنز تو لوور ات. statins actually do not lower lipoprotein little a, ويمكن حتى تزوده شويه ودي كارثه. ولكن البي سي اس كي 9 انهبيتور بيمبيدويك اسيد بيقلل ولا لا اللايبوبروتين ليتل اي؟ بيمبيدويك اسيد هدير مش انت يا بنتي الخليفه بتاعتنا في الملاعب؟ ها هي يعني البيمبيدويك ما بيقللش
اللايبوبروتين ليتل ايه خلاص. فهيكون في نيو تارجتس، هيكون جزء من التارجتنج دوت يعني بنتكلم على ديفرنت ميثودز مش بس عن طريق المايكرو ار ان ايه او الانتي سنس او الاوليجو سنس انتي نيوكليوتايدز. هنوريكم ستاديز ثانيه على هاو دي الكريسب سيستم وحاجه بيسموها دي ان اي اديتنج بيشتغل، هعيدها لكم تاني النهارده. تهيألكم الهاي دنسيتي لايبوبروتين عشان في مجموعه ما حضرتش معايا من زمان محاضرات على الاتش دي ال كوليسترول، تهيألكم الاتش دي ال كوليسترول حلو ولا وحش؟ رايك ايه يا محمود؟ حلو يعني، حلو ولا وحش؟ حلو. ابراهيم اطمع في اجابه مختلفه يعني. هيا ابراهيم مش عارف ومال. اسمك ايه فكرني؟ انت علاء. انت على طول معايا في الفيسبوك على فكره، على طول اول واحد بيحط لي لايكات على بقى. شغال لايكات معايا بقاله سنين يعني. ايه علاء؟ ها يعني، يعني انت رايك ان هو نوت هارمفول يعني حلو ولا مش حلو؟ يعني محمود قال حلو وابراهيم قال انا ما اعرفش. طب اللي شايف ان الاتش دي ال حلو يرفع ايده كده. يعني ايه النورمال ليميت؟ يعني ايه النورمال ليميت؟ عارفين ان ال HDL normally is above عشان يبقى كويس above 40 in men above 50 in women. واللي حصل حاجة غريبة جدا في ال HDL ده، اللي حصل انه لقوا انه نمرة واحد الأدوية اللي استخدمت عشان يرفعوا ال HDL ده حصل فيها ايه؟ كم سنة كده واحد من الأودياس كده قدامي كبير جدا، وأنا حلو جدا فظيع يعني، هو راجل ساعد طلع بقى قاعد يقول بقى نوعية أسئلة كده بعد كده. أنا قصدي يعني ده كان السؤال اتسأل، قال لي ايه سبب الأنسة الجديدة؟ وكان المحاضرة أساسا على هاو شود ذا تشالنجينج اتش دي ال يعني. فخلاصة الكلام اللي هم في حاجتين تعرفوهم على الاتش دي ال، نمرة واحد ان الاتش دي ال احيانا لما بيعلى قوي قوي بيلاقوا ابتدي يبقى مضر، ان هو اذا كنا فاهمين ان هو انتي اتروجينيك ان سبيشال سيتويشنز انكلودينج الناس اللي هم دايباتيك والكلام من ده ممكن يتحول الى برو اتروجينيك، وزي ما هو بيشيل الكوليسترول في الاتجاه ده ناحيه الليفر عشان يتشال ممكن يبقى غلس ويروح شايل في الاتجاه المضاد ويبقى وحش. فبالتالي مش شرط ان احنا كنا فاهمين وحبيبنا وكذا ممكن ما يكونش ده جود، ان هو احيانا يكون برو اثروجينيك وليس انتي اثروجينيك. معلومه ثانيه بتعرفوها ان احنا اكتشفنا ان الترايلز دي فين فور فيري امبورتنت ريزن، ان هم اصلا they were measuring the wrong thing. هو يعني ايه اتش دي ال كوليسترول؟ يعني ايه الشباب اللي هو طلب في الكبار ما عادش ليه؟ ممكن صح طلب الناس واتس اتش دي ال كوليسترول؟ اسمك ايه؟ ها؟ اساسي؟ اسمك مين؟ لا مش
سكيورتي سي بي نعم هي اساسي بقى كامل يعني اتش دي ال اتش دي ال بوستير ليه اتش دي ال بوستير انا معايا لما في لما تي بي بي HDL كوليسترول هو الكوليسترول اللي هو HDL هو الكوليسترول اللي هو ممكن HDL هم اكتشفوا انه لما بيعلى احيانا قوي HDL كوليسترول ده يبقى وحش دي المعلومه الاولى ثاني حاجه ان احنا probably we're measuring the wrong thing ايه wrong thing ان احنا قاعدين بنحسب كميه HDL كوليسترول والرغم ان هي اهميه ليست في كميته لا ده هي اهميه في the function of that, whether it's functioning appropriately or not functioning. Now, well, lean studies are different. لا مش بس كده. المهم يعني راحوا عاملين studies ظريفة وراحوا قايسين فيها ايه? ال HDL functionality. ولقوا انه يعني هنا هذا الفير القديمة ان improving HDL number هو ده اللي كنا قاعدين بندور عليه اكتشفوا ان الأهمية you should be improving the HDL function وما جم حسبوا ال HDL function وقسموها الكوارتايلز لقوا انه حسب الـ efflux A بيحصل فروق في الاوتبوت فprobably it is not the HDL number ولكن the function which is making the difference. طيب triglyceride rich lipoproteins طبعا lipoprotein lipase the central والبقى فيه بقى الفالينروزن والايفينوكيوماب وقصص كده مش مهم قوي تعرفوا بس تبقوا فاهمين ان في new lines of management حاليا منها الانجيوبويتين لايك 3 منها apolipoprotein C3 ومنها حاجات كده من النوعية دي كلها بتشتغل على lipoprotein lipase ودي بتأفكت ال it's a modifier of lipoprotein lipase وليها some good effects وبتوطي ال LDL وبتوطي triglycerides وليها some good effects. جربوا كده small interfering RNA فعشان يشوفوا lipoprotein little A with the different doses ولقوا انه بيأثر ولكن لسه ال effects مش كويسة. يمكن بقى اهم حاجة اللي انا عايز اوريها لكم اللي هي الترايل دي اللي انا قلتها من يومين وعايزكم هقولها لكم كمان مرة اللي هي الفيرب على الفيرب 1-1 سلام هارت 1 ترايل This is the first in human trial بعد ما جربوا على حيوانات experimental animals جم حبوا بقى يعملوا جين editing كان زمان الكريسب سيستم ده اللي هو الجين كاتنج يروح جاي على الجين ويروح عامل كاتنج في نقطة معينة فيخليه ما يشتغلش دلوقتي لا بقى الجين editing ينقل مثلا الاي لغايه الجي ان وان سنجل بوينت وخلاص ويشوف فهم هنا this was the first trial ever اول هيومن اتحقن كان في سنه 2022 ودي الداتا بتاعت الهارت 1 على 10 عيانين استخدموا 4 types of doses لقوا انه only the two larger doses were significant in reducing PCSK9 reduction وفي نفس الوقت لقوا انه ال LDL was significantly reduced by حوالي 55% تقريبا ما بين 50-55% in the two bigger doses بالتالي هنا في عبقرية في الأداء في الترايل دي واحنا عموما لما بنيجي نستخدم control في experimental human studies في أوائل الستاديز بنستخدم ايه بنستخدم normal population هنا بقى استخدموا ايه severely familial hypercholesterolemia في ناس عندها severe atherosclerosis and not responding to the usual هم دول كانوا الكنترول اللي استخدموه خلاص والحاجة الظريفة ان الإفكتس بتاعتها استمرت up to 6 months دلوقتي بقى بيحاولوا يفكروا هل يعملوا مثلا يحطوا دوت
الكريسب ده او الجين اديتنج ده على حاجات توجهه فقط للليفر عشان ما ياثرش على جينز تانية اوتسايد الليفر، مستخدمين حاجه اسمها جالناك، قصص طويله عريضه يعني. بس المهم this is the real coming future ان احنا نلاقي دواء يعالج لنا الكوليسترول from its very beginning، او يعالج الهايبرتنشن بوان سنجل بير لايف دوز، او يعالج الدايابيتس in the same way. I think this is coming soon yeah. والكي هوم مسجز ان احنا تهيألي كده ان the near future هنشوف new lipid targets, new LDL cholesterol levels, new risk stratifiers, new therapeutic modalities that already coming in. Not very near future هيبقى the personalized medicine with genetic manipulation to prevent or treat dyslipidemia. انه في الاغلبية هنشوف كده هيجي الوقت انه هنعالج ده، مفيش حاجة اسمها ان حد ده 40 ميلي جرام ودي ده 40 ميلي جرام، ده محتاج 39 وثلاث اربع ميلي جرام هياخد 39 وثلاث اربع ميلي جرام، ده محتاج 55 ميلي جرام هياخد. ده personalized medicine according للليفل واكوردنج لاستجابتك واكوردنج لمليون حاجة. يلا thank you very much. نسمح لكم بشوية اسئلة. معك لو patients هو ده بتحكي بقى، بس لو patients already على statin بزيت ماين وإز نوت ريتشينج التارجت ده، اسمعوا السؤال يا شباب ها، وفاينانشال مش هيقدر يجيب بيس. لا لا تاني السؤال ايه؟ patients high very high risk statin and بزيت ماين إز نوت ريتشينج التارجت and guidelines to add a بيس اس كي 9، بس هو فاينانشال ما يقدرش يجيب بيس اس كي 9، فهل هنا في روم للكمبيوتر كاسيت؟ اه طبعا جو اهيد، مش عندك اوتكم ترايل ديفينتلي، قصدي مفيش انتر اكشن الثلاثه مع بعض. نو في داتا عليهم كومبينيشن، بس هو ويكر. بس احسن من مفيش اكيد يعني. وي ار دوينج ذس اوريدي. ايه تاني؟ في اي اسئله تانيه؟ اني اذر كويشنز؟ خلاص ثانك يو يا شباب، نشوفكم على خير. تحبوا ناخد صوره؟ خليكم ناخد صوره اهي بره. ولو بياخد كلين فايبريت او اكتر عشان كده كتير صح؟ يعني ما عنديش داتا على الفينوفيبريت ان بارتيكولر، واخد بالك؟ بس يعني هو فينوفيبريت عم بمليون استخدموه، لكن الثلاثه مع بعض دي رسمي.